ربينا في ديرة أهل الطيب وأهل الكرم، وتعلمنا من مجالسنا الأمور الكثيرة. اليوم في قلالي في مجلس الجودر، حياكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير، والله يعوده علينا وعليكم كل خير إن شاء الله. عمي أول شيء كل عام وانت بخير يا عمي. بخير عمي، أبيك تكلمني عن ميالس أول وميالس الحين، شنو اللي تغير بالضبط؟ ميالس أول كانت ميالس يعني عامرة، كان صاحب الميلس يوقف برا، وأي واحد يطوف من الفريج سواء كان من أهله والله هذه يدخله داخل، ولازم يفطر من ويحطون فطور، يصير ان هذه له شيء ويصير ان هذه قريب عنه، لكن يدخلهم داخل. وانا شفت يعني اثنين يقفون، واحد عند في البيت ذي، واحد مثلا قدام ذي البيت، واحد بيت هناك، ويتنافسون بينهم على ان يدخلون الناس ذي. من يدخل الناس اكثر؟ اي. مجلس الجودر امتداد لمجالس للجدود في قلالي وفي البحرين، ومن أخص جد أحمد الجاسم كان في قلال مجالسه، والجد محمد بن عبد الرحمن الجودر في المحرق، وكان يعم عليه كثير من المفكرين والأئمة اللي هم يتدارسون القرآن، ومثل ما تشاهد الشباب الله يبارك فيهم موجودين يتعلمون مثل ما احنا تعلمنا من أجدادنا وأبهاتنا. طبعا مجالسنا ما تخلى من أخوانا في المملكة العربية السعودية. اليوم معنا يزيد العوهلي من السعودية، يا مرحبا ومشهلا، شرفتنا. الله يحييك ويبتيك إن شاء الله يطول بعمرك. نبغيك تكلمنا طبعا عن المجالس اللي شفتها، عاداتنا وتقاليدنا في البحرين، مجالسنا وجمعاتنا، لا أخبار ولا صار ضرم. الله يخليك. مجالس البحرين يعني مجالس ملفتة، صار لي تجربة في زيارتها من حوالي أكثر من 10 سنوات. هذه مجالس يعني الواقع تعكس الترابط الأسري اللي موجود بين الأهالي في مملكة البحرين، لا إله إلا الله، وأيضا هي موجودة في الخليج عامة، في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر، وكلها يعني ما شاء الله يعني تتميز بهالمجالس وبهالنشاطات الرمضانية. مبارك، برأيك شلون ممكن نعلم الجيل الحالي على عاداتنا وتقاليدنا ومجالسنا في ظل انشغالهم في التكنولوجيا؟ والله يعني احنا لو تلاحظ ان هذا الجيل يمكن فعلا مثل ما تفضلت هو له عن المجالس كثير، لكن يبقى دور واحد رئيسي، دور الوالدين، دور الأب، انه شلون يعلم عياله ان يجون المجالس. عادة المجالس في رمضان هي عادة إيجابية وجدت من زمان قديم، وهي تعرخ اللحمة، تعكس اللحمة للأسر أو للشباب أو إلى آخره. هذه المجالس فيها أمور كثيرة، فيها تدريس العادات والتقاليد التي يعني يتآلف عليها جميع شعب البحرين. كل ما تدخل المجلس تحصل الشباب كلهم لاهين في تلفوناتهم، هل العادة هذه سيئة وليه؟ والله في الحقيقة هذه العادة جدا سيئة، خصوصا مع التطور الحالي اللي صاير ونوعية التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا، صارت تغذي طبعا الشباب وقبلهم الكبار، فصار لها تأثير جدا سيء على المجتمع.